السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا، مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة والهنا وكل ما تمنيتو إن شاء الله بالخير يا ربي. اليوم غندير واحد الكيكة ديال الفطور ديال العيد، كتجي بنينة وخفيفة كتصلح هكا الفطور ديال العيد، شي حاجة اللي هماوية ان شاء الله. خليكم معايا دار اخر الفيديو. عندي هنايا ثلاثة ديال البيضات، جوج خمارات حمرين، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، كاس صغير ديال اتاي ديال الحليب، دقيق على حساب الخليط، وهادو للتزيين. من بعد ملي طيب الكيكه نوريكم كيفاش غنزين هاد الكيكه وديروها، راه هاد الكيكه هماويه زوينه. بسم الله على بركه الله. ديما يا البنات البيض جربوه هو الاول، جربوه في الطبسيل يفسد، ولا لقيتو شي وحده خاصها راه تفسد لكم كلشي. هاد النصيحه للمبتدئات. نخلط البيض ديالي مزيان، الزيت ما نديرهاش دابا البنات، نديرها في الاخر. غندير سنيده شويه بشويه ونطرب. بغيتو ديرو مونينيكس تخلطوها في مونينيكس راه كتجي حتى هي زوينه. غنزيد الحليب، بغيتو الكيكه يا البنات تجي مفشفشه وزوينه طربو بحال هكا، بحال الا كتصيبوا مايونيز باش تجيكم الكيكه ديالكم خفيفه ومهويه من الداخل. غنزيد الفرص، ونزيد معاه جوج خمارات حمرين. نخلط، والدقيق على حساب الخليط، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، عينكم ميزانكم مع الفرص ديالكم. هاد الكيكه ما درت لا فانيلا نسمه لا حتى حاجه، حيت عندي هاد التزيين متكفى بالكراميل، المذاق ديال الكراميل صافي. الفرص اللي درت هو كملتو، وغنزيد البنات الزيت. ديروا هاد الطريقه اللي درت زوينه تخرج لكم الكيكه فنه. ونخلطها مزيان
نجبو اللي فاش غنديرها ندخلها للفران، وكل وحده والفران ديالها، كاين اللي عندها الفران ديال الغاز، كاين عند اللي عندها تاع الضو، كل وحده كتستحكم الفران ديالها. هاي البنات هاي راه مخلطه مزيان، هاي تقدروا ديري بها ديروا بها 8 وما تقطع لكم. هاي صافي، وعندي هاد المولاده وغندخلها للفران، ومن بعد نتلاقاو البنات ويديكم ديما الفوق. هيا البنات الكيكه ديالي خرجتها من الفران، هي رطبه يا البنات، وعندي الشوكولاط ابيض جاوبتو، ونزيد ليه الكراميل دانو الكراميل، كيجي واحد لاصوص بنين زوين، شي حاجه اللي هماويه في الطبله ديال العيله البنات، ديروها راه شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه هماويه. نخلط نخلط هذا الشوكولاط ابيض، انا ما زدت ليها البنات لا زيت لا والو، ذوبوا هو، ولكن خذوا داك الشوكولاط غير ابيض. كيجي بحال الكراميل نيت، هو باش غندهن هاد الكيكه يا البنات مزيان. تند هنايا البنات ما يجيكم الفيديو طويل، نتلاقاو. هيا البنات زوقتها بديك لاصوص، زينتها بشويه الكركاع من الفوق، كنتمنى هاد الكيكه ديال اليوم تعجبكم البنات، وغتعجبكم غير ديروها يا البنات، غير جربوها يا البنات، وحطوها في الطبيله ديالكم ديال العيد، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي هماويه. كنتمنى يا البنات ما تنساوني من لي لايك ديالكم، من التشجيعات ديالكم، ونقول لكم مبروك عواشركم، والسلام عليكم، دار أصفى أخرى ان شاء الله.